مباراة اليوم يا دكتور ثابت، الارقام الاهلي والاتحاد لما بنقول 126 مباراة جمعت بين الفريقين، الاهلي فاز 85 كان ليه الافضلية، التعادل 25، الاتحاد فاز في 16 مباراة، الاهلي سجل 219 هدف والاتحاد سجل 75 هدف، تفوق اهلاوي عبر التاريخ. طبعا النادي الاهلي متفوق عبر التاريخ، وكمان حتى التفوق لو شرحنا بقى كمان اول جولتين، معانا مقارنة في اول جولتين ما بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد. في ثلاث فرق بس في الدوري كسبوا اول ماتشين، النادي الاهلي، نادي الزمالك، ونادي الاتحاد. عشان كده النهارده المباراه صعبه، الاتحاد السنه دي مع بابا فاسيليو مختلف شويه، مختلف ان هو دفاعيا اتحسن، الاتحاد السنه دي دفاعيا احسن. يعني لو عرضنا الارقام هنلاقي ان النادي الاهلي لعب ماتشين، الاتحاد لعب ماتشين برضو، الاثنين كسبوا الماتشين، احراز الاهداف النادي الاهلي سجل 6 اهداف، الاتحاد سجل جونين، فده دليل ان الراجل بابا فاسيليو بيعرف يقفل ويعرف يخطف، كسب الماتشين كل واحد 1-0. الاستقبال الاهداف النادي الاهلي استقبل جونين في ماتشين، برضو رقم كبير. الاتحاد ما استقبلش، الاتحاد ما استقبلش ولا هدف. عشان كده قلت لحضرتك هو يعتبر اتحسن دفاعيا، عنده محمود شبانه، عنده عبد الله بكري، عنده محمود متولي، حتى الاطراف مروان داوود ومصطفى ابراهيم الاثنين الظاهرين قدامنا، هي الارقام على الشاشه، الظاهرين بتاعهم كويسين، حافظ على نظافه شباكه الاتحاد مرتين والاهلي مره. نكمل هنلاقي حتى نسبه الاستحواذ، النادي الاهلي نسبه استحواذه في الماتشات 51%، الاتحاد 51.5، متوسط التمريرات بتاع النادي الاهلي الصحيحه في الماتش 339 مقابل الاتحاد 294. نيجي بقى للرقم المهم جدا اللي هو التمريرات الطوليه. نادي الاتحاد بيعمل 34 تمريره طوليه في الماتش، وده بياكد ان هم اسلوب لعبهم لعب مباشر، دايما بيحضر ويعمل التمرير الطولي لورا لقدام. يعني الشكل اختلف مع بابا فاسيليو. النهارده هنشوف مباراه